بسم الله، هنتكلم على الكوتلين ايدنتيفايرز. ايه هي الايدنتيفايرز؟ احنا عندنا طبعا نوعين، الهارد كيوردز والسوفت كيوردز، هنتكلم على الاثنين. لكن عايزين نقول ان في كلمات بتستخدمها لغه الكوتلين، الكلمات دي ليها معنى عند الكوتلين. فلو انت استخدمت نفس الكلمات دي والمسميات دي في انك تسمي فاريبلز او اسم فانكشن او اسم كلاس او استخدمتها في اي شيء من الحاجات دي، هتبقى فيها مشكله. الحكايه دي بنسميها ريزيرفد ووردز، الكلمات المحجوزه او الكيوردز. يبقى الايدنتيفاير هو عباره عن اسم احنا بنديه لفاريبل، لكلاس، لفانكشن، لاي شيء داخل البرنامج. خلاص، المسميات دي هي دي المشكله. احنا في عندنا نوعين من الايه، من ايه، الايدنتيفايرز او الكيوردز. عندنا حاجه اسمها الهارد كيوردز وعندنا السوفت كيوردز. هنتكلم على الهارد كيوردز، اللي هي الكلمات اللي هي صعب ان احنا نستخدمها داخل البرنامج، زي از وكلاس وبريك وكونتينيو وي دو والس وفور واف وكلام زي كده. الكلمات دي مهم جدا ان احنا ما ينفعش نستخدمها في اي برنامج من البرامج او اي حاجه يعني. تعال ناخد مثال. تعال نروح على ملف الاس ار سي ده، كليك يمين ونعمل نيو، نفتح ملف كوتلين ونسميه مثلا اكزامبل 2 وندوس على اوكي. بس عشان ما نضيعش وقت، انا هاخد الايه، البناء بتاع الفانكشن اللي اسمها مين كوبي، وهروح اعمل ايه، بيست، واشيل السطر بتاع البرنت لاين ده، ادي الفانكشن بتاعت المين. وتعالى نعمل ايه، اعرف var وسبيس، وهعرف فاريبل سميته كوانتيتي، الكميه. قلت الكميه بتساوي 7، حاطط السيمي كولوم او لا، مفيش مشكله. كده عرفت فاريبل سميته كوانتيتي، ودي كلمه مش متعرفه او ما بيستخدمهاش الكوتلين في حاجه. قمت جاي قايل له برنت لاين، قلت له اطبع لي الكوانتيتي دي. ده كده بالنسبه لي فاريبل فاليد نيم، ما فيهوش اي مشكله من اي نوع. ده فاليد نيم ما فيهوش اي مشكله من اي نوع. يعني لو انا جيت جربت كده، عملت ران، مفترض ان دوت هيطلع لي، هاي برنت ليا رقم 7 من غير اي مشكله، لان المسمى ده مش محجوز ولا يعني اي شيء بالنسبه لمين، ولا يعني اي شيء بالنسبه للكوتلين. فليا حق ان انا استخدم احمد سعيد اي حاجه. طيب، ما يكونش من الكلمات اللي احنا جبناها في التيبل دوت من شويه. لما جيت رنيت هنا، لقينا ان الرقم اللي طبع 7، اللي هي بخصوص برنت لاين للكوانتيتي. ده كده، ده مثال اللي احنا عملناه، ده الفاليد ايدنتيفاير، ده ايدنتيفاير سليم ما فيهوش مشكله. تعال نعمل مثال تاني تحتيه على طول، مش مثال يعني، في نفس المثال هنعمل invalid identifier. تعال نجرب واحد يكون ما ينفعش. فاعمل var وهستخدم كلمة من الكلمات اللي كانت في الجدول، اللي هي مثلا كلمة fun، اللي احنا اصلا بنستخدمينها عشان نعرف function. طبعا الكلمة دي احنا مفهومة بالنسبة للكوتلين ان انا كده، ان هو لما بيشوف كلمة fun معناها ان في function، يعني مجموعة وظيفة او مجموعة من الاوامر اللي هينفذها. فطبعا تلاحظوا ان هو مطلع error، ولو انا حبيت اعمل رن هو مطلع اصلا معلم علامه تحت كلمه فن كده، ان هو مش فاهم يعني هتستخدمها هنا ازاي، ايه اللي جاب كلمه فار قبل كلمه فن، ايه اللي مش عارف ايه، وطلع زي ما احنا شايفين تحت كده عندنا الايرور بتاع الكوتلين اكسبشن، في مشكله وكان في اكسبكتد، او هو كان متوقع ان يبقى في حاجه معينه. انا هكومنت الجزء ده بسلاش ونجمه ونجمه وسلاش، يعني اسطرين دول، عشان طبعا البرنامج طول ما هو في ايرور كده مش هيشتغل ابدا. طيب، يبقى احنا كده اتكلمنا على الهارد كيوردز. هنتكلم على السوفت كيوردز. السوفت كيوردز دي كلمات برضو الكوتلين تعني ليها شيء وبتستخدمها، بس في سياقات معينه ممكن احنا نقدر نستخدمها، زي باي، فيلد، انيشيت، سيت بارام او كاتش او فايل او بارامتر او وير او الكلام ده كله. يبقى دي بعض الكلمات بس ممكن نقدر نستخدمها في بعض السياقات. تمام. طيب، انا يعني هجرب دلوقتي معاك. احنا ده طبعا اللي فات دوت، الامثله اللي فاتت دي كانت كلها على الايه، على الهارد كيورد. طيب، هنبدا نستخدمها على بقى ايه، السوفت كيورد، اللي هي الكلمات اللي وارد يتم استخدامها في بعض الاحيان وما يحبذش، يعني ما نحبذش ان احنا نستخدمها خالص، لكن يعني وارد نقدر نستخدمها. فانا هعرف فاريبل سميته باي. باي دي كلمه من الكلمات السوفت كيوردز بتاعت مين، بتاعت الكوتلين. فقمت قال برنت لاين وفتحت القوس، وقمت كاتب والله اطبع لي باي. باي دي كلمه محجوزه كيوردز او 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 كده بالنسبه للكوتلين. لكن رغم كده لو جيت عملت ران، هتلاقي ان هو عداها، لان هي مفترض باي دي بتستخدم في ان احنا لما نخلي في حاجه اسمها انترفيس بتديك يحصل لها امبلمنتيشن، وانا بقول له نفذها باي اوبجكت معين او حاجه زي كده. لكن هنا هو عارف ان مفيش اوبجكت ولا حاجه، فعرف ان ده اسم ايه، اسم فاريبل. اخر حاجه النيم كونفنشن بتاع الكوتلين ايدنتيفاير،
الملاحظات اللي لازم تكون واخدين بالنا منها، هي تقريبا منتشره في كل اللغات. اول حاجه طبعا ما ينفعش اسم الفاريبل بتاعك او اسم الكلاس يكون في وايت سبيس، في سبيس ما ينفعش. وبرده يعني لو جينا جربنا كده على طول على مثال وقلت مثلا الحته بتاعت الكيس سنسيتيف، خدوا بالكم لان الكوتلين حساسه لحاله الحروف، يعني الكلمه الكابيتال كابيتال والسمول سمول، فخد بالك من القصه دي. فانا عملت نوت عشان اديك مثال، هعمل فار فاريبل وهعديها هسميه نم وبيساوي 7، وبعد كده قمت عامل فاريبل ثاني سميته نم برده وبيساوي 10، بس الاولاني نم الان سمول كله سمول والثاني الان كابيتال. وهاجي بعد ما عملت التو فاريبلز دول قلت له برنت لاين للنم اللي هو الفاريبل الاولاني وبرنت لاين للنم اللي هو الفاريبل الثاني اللي هو بالان الايه اللي هو بالان الان الكابيتال. كده المفترض ان الكوتلين بتقدر تفرق ما بين ان ده اكنه حاجه وده حاجه ثانيه خالص، الاثنين مش حاجه واحده، الاثنين مش حاجه واحده. يعني لو حبينا نجرب كده ران هتلاقي ان هو المفترض لما يجي يطبع لنا القيمه هيطبع لنا الوقت القيمه بتاعه السبعه لوحديها وبتاعه العشره ايه العشرة لوحديها، رغم ان هما الاثنين نفس الكلمه لكن هو قدر يفرق او هو بيفرق ما بين الايه الحروف وحالتها. ممكن ما نقدرش نستخدم طبعا علامه الات ولا علامه الهاش ولا علامه في الميه ولا العلامات الخاصه للسبيشال كاركتر دي في اسماء الفاريبلز، لكن ممكن نبدا الفاريبل بتاعنا باندرسكور، ده متاح ان انا ممكن ابدا اندرسكور علي مش مشكله، لكن يفضل طبعا انك تختار مسميات مينينجفول نيمز للايدنتيفايرز، يعني تختار مسميات لها معنى، يعني كوانتيتي تبقى كوانتيتي تبقى واضحه كده وجميله، لكن لو حبيت يبقى الكلمه كبيره شويه نمبر اوف مثلا ستودنتس نمبر اوف ستودنتس، فممكن ساعتها تبدا بالكامل كيس تكتب اول كلمه سمول كلها واول حرف من ثاني كلمه كابيتال اول حرف من ثالث كلمه كابيتال والى اخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.